الدينامية اللي تأسست في إطار واحد المشروع اللي عرف عدة محطات من منذ 2017 مع شركائنا الأساسيين إيريم أيريك سابقا وشركاء أيضا محليين اللي هما المنتدى المغربي للصحفيين الشباب إسراء ائتلاف إسراء وآي سي بوصلة حاليا وتشكل من واحد المجموعة ديال الجمعيات ومنظمات الحقوقية حوالي 18 منظمة حقوقية. الغاية من هذا مع هذه الدينامية هي أننا نخلقوا واحد الإطار للرصد والتتبع وتقييم السياسة العمومية بخصوص واحد المجال ديال الحريات الأساسية اللي هي حرية التعبير، حرية الصحافة وحرية التجمع وحرية التظاهر السلمي والحق في الحصول على المعلومة. الأهمية ديال هذه الدينامية أيضا هي إعداد التقارير، وكبة إعداد التقارير نصف دوري بالنسبة للاستعراض الدولي الشامل والدوري للاستعراض الدولي الشامل في 2022 اللي قدمته في مارس 23، قدمت فيه مجموعة ديال الخلاصات وأساسا التوصيات اللي كنعتبروا 18 توصية منها تخذت بعين الاعتبار، وهي ضمن 113 توصية اللي توجهت للمغرب. أيضا هي هذه الدينامية تمشي نحو أولا ترسيخ واحد الفعل ديال الجمعيات اللي داخل في إطار الديمقراطية التشاركية اللي هي تم إصدارتها، وأيضا الفعل ديال والتأثير كقوة اقتراحية وقوة ترافعية. اليوم كنقدموا التقرير الثاني لهذا المرصد بعد ما قدمنا التقرير الأول، واللي هو فيه دائما كنرجعوا فيه نفس الخلاصات لم تتغير ونفس التوصيات اللي احنا نجددها في كل محطة. توصيات بخصوص ملائمة القوانين الخاصة بهذه الحريات وإصلاح بعض القوانين البائدة بحال القانون ديال الجمعيات وملائمته مع الاتفاقيات الدولية ومع توصيات آلية المعاهدة، هو فتح مجال حرية التعبير لجميع خصوصا اليوم مع هذا الجديد في الإعلام الجديد البديل اللي هو مرقمان. أيضا هناك ضرورة الاعتراف بمجموعة من الآليات أو مجموعة من أشكال التعبير كالإذاعات الجمعوية، وكانت هذه ضمن المرافعات ديالنا. أيضا ضرورة إعمال مقاربة النوع الاجتماعي وإعمال المساواة والنوع فيما يخص كل هذه القضية ديال الحريات اللي هي حرية أساسية. هذا اللقاء أو هذه الندوة الصحفية كتأتي في إطار واحد تقديم واحد التوصيات ديال التقرير السنوي 2022-2023 المتعلق بالحق الحريات وحقوق الانسان. بطبيعه الحال هذا التقرير هذا يعني كيجي في اطار العمل اللي خدته على عاتقها جمعيه عداله في رصد وترصيد المكتسبات والممارسات الفضلة المتعلقه بالحقوق الانسان والحريات، وايضا لرصد الانتهاكات او ما يمكن تسميته بالخروقات والتجاوزات المتعلقه بهذه الحقوق، خاصه انه تم الاشتغال على حق الحصول في المعلومه، على الحق في التجمع والتظاهر السلمي، الحق في تاسيس الجمعيات. يعني تقرير يتناول بالمجمل جميع التفاصيل او جميع ما يمكن ان يدخل في خانه حريه التعبير. بطبيعه الحال التقرير وصل الى توصيات متعدده نتيجه الرصد الذي اشتغل عليه، الرصد يتعلق بمراقبه عمل المؤسسات الحكوميه بطبيعه الحال والتفاعل ديال المؤسسات او مؤسسات انفاذ القانون، مؤسسات السلطه القضائيه والمؤسسات الدستورية التي لها تداخل مع ممارسة هذه الحقوق. طبيعة الحال يعني كان الهدف بالأساس من هذا الرصد وهذا الترصيد هو الوصول إلى خلاصات قصد الدفع بها أو قصد الترافع من أجل يعني تحقيق ممارسات فضلة أكثر نضيفها أو تجتمع إلى الممارسات الفضلة التي تم اكتسابها يعني لتقديم أو لمساعدة أو لدعم المجتمع المدني والهيئات غير الحكومية إلى لعب أدوار
أدوارها التي أصبحت ما بعد دستور 2011 أدوار أساسية لدعم دولة الحق والقانون. لقاء اليوم حول تقديم تقرير سنوي لمرصد الحقوق والحريات، كي تعتبر هذا التقرير الثاني حول واقع الحقوق والحريات في المغرب، واللي ركز على أربعة المحاور الأساسية اللي هي حرية التعبير والصحافة، الحق في الحصول على المعلومة، حرية تأسيس الجمعيات، وأيضا التجمعات العمومية. طبيعة الحال تواجدنا كعضو في الدينامية ديال المرصد الحقوق والحريات هو طبعا كيجي من باب استحضار مقاربة النوع بشكل عرضاني في كل هاد المحاور الكبرى اللي اعتمدها التقرير السنوي. اشتغلنا احنا كتحالف إصرار ضمن هاد الدينامية، كركز بالأساس على مدى احترام هاد الحقوق والحريات، وتركيز على عنصر الملائمة فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية كما هي متفق عليها وكما جاءت في الدستور المغربي بعنصر السمو على التشريعات الوطنية. كنركزوا أيضا على مسألة ديال هاد المحاور هذه في تركيزها في علاقتها بالنساء وواقع النساء والحقوق الإنسانية للنساء، سواء فيما يتعلق بمناهضة كافة أشكال التمييز عن النساء وفي الحق على الحصول على المعلومة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالنساء أساسا، سواء فيما يتعلق بالإحصائيات الأرقام المعطيات، أيضا فيما يتعلق بحرية التعبير وربطها بالتمييز ضد النساء أو استغلالها في أحيان كثيرة على واقع النساء وحقوقهن وممارسة حريتهم الفردية والأساسية.